بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله يا ربنا، لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك. لك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما من شيء شئت. لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا. سبحانك ربنا سبحانك، ما عرفناك حق معرفتك ولا ذكرناك حق ذكرك ولا عبدناك حق عبادتك ولا شكرناك حق شكرك. سبحان من لو سجدنا بالعيون له على سنى الشوك والمحمى من الأبر لم نبلغ العشر من معشار نعمته، ولا العشير ولا عشر من العشر. ربنا كفانا فخرا أن تكون لنا ربا، وكفانا عزا أن نكون لك عبيدا. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ولا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا عميت عين لا تراك عليها رقيبا، وخسرت صفقة عبد لم تجعل له من ودك نصيبا. ربنا عجبا للعباد كيف أرادوا بك بدلا، وعجبا للقلوب كيف استأنست بسواك. ربنا الحلال ما أحللت، والحرام ما حرمت، والدين ما شرعت، والقلوب لك مفضية، والسر عندك علانية. نعترف بتقصيرنا، نعترف بذنوبنا، نعترف بعيوبنا، نعترف بأخطائنا، فاستر اللهم عوراتنا، وآمن روعاتنا، وبلغنا مما يرضيك آمالنا، واقبلنا على ما فينا، واصطفينا واجتبينا، واخذف بنا جنودا في خنادق خدمة دينك، وأنفق ما تبقى من آجالنا في طاعتك ورفع رايتك، ودبر لنا ولهذه الأمة، فإننا ما عدنا نحسن التدبير. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة ننجو بها من النزغات ونعلو بها إلى أعلى الدرجات،
وأشهد أن القائد والقدوة محمدا رسول الله بعثه الله بالبيان فأظهر دينه القويم على سائر الأديان. اللهم صلي وسلم على هذا النبي الكريم صاحب الخلق العظيم، وارض يا ربنا عن الذين أيدوه وناصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه، أولئك هم المفلحون. أوصيكم عباد الله ونفسي بتقوى الله، وأستفتح بالذي هو خير، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. ثم أما بعد يا عباد الله، بعد سقوط الاتحاد السوفيتي سياسيا واقتصاديا، بدأ الغرب يتوجه بكليته إلى العالم الإسلامي وخصوصا المنطقة العربية، وهذا التوجه تطور بشكل ملحوظ وسريع من تدخلات في الشؤون الاقتصادية والسياسية والمادية إلى تدخل سافر ومباشر في شؤون هذا العالم الإسلامي، الدينية والأخلاقية والثقافية والحضارية. وبدأ الغرب وهو في حالة اصطفاف، بدأ يعلن عن حرب مواجهة مع الإسلام أيا كان ومهما كان. وظن الناس لفترة وجيزة أن صراع الغرب الذي تقوده أمريكا في هذه المرحلة، أن صراع الغرب مع العالم الإسلامي هو صراع حضارة غربية ديمقراطية مع أصولية إسلامية متشددة متطرفة، ومع مجموعات إرهابية تحمل إيديولوجية العنف في طرح نفسها ووجودها. فسكت أبناء العالم الإسلامي وقالوا صراع حضارة متفوقة ديمقراطية مع قوى ظلامية متخلفة إرهابية، فلنتفرج على مسرح الصراع. ولكن ما مرت الأيام وما عدت شهور، ليست أعوام، إلا ويعلن الغرب إعلانا صريحا واضحا فاضحا جريئا وقحا بأن الصراع مع الإسلام، كل الإسلام، هو صراع تفوق غربي وعرق أبيض مهووس مجنون يحمل حماقة القوة مع الإسلام الذي يشكل المنافس الحضاري الوحيد بما يحمل من مقومات التجدد، بما يحمل من حفاظ على إنسانية الإنسان، على القيم والأخلاق، على التمدن الراقي. رأى الغرب بأن أبناءه يدخلون في الإسلام ألوفا في أعوام بسبب الخواء الروحي، بسبب الانحدار والانحطاط الأخلاقي، بسبب اللا إنسانية التي يعيشها الغرب، بسبب هذا النضوب لمعين الارتباط بالله والخالق. رأى الغرب بأن الإسلام هو المنافس الحضاري، وبدأ الأمر يعلن صريحا. فهذا صموئيل هنتينغتون يقول في كتابه صراع الحضارات وبالحرف، يقول المشكلة في الغرب ليست مع الأصولية الإسلامية، إنما المشكلة مع الإسلام الحضارة. هكذا المشكلة في الغرب
ليست مع الأصولية الإسلامية، ليست مع المجموعات المتطرفة بمسمياتهم، لأن هم ما عادوا يفرقوا بين مجموعات متطرفة حقيقة وبين مجموعات مقاومة من حقها أن تحمل سلاحها وتدافع عن أرضها. فحماس في عرفهم متطرفة، وحزب الله متطرف، والمقاومة العراقية متطرفة، وطالبان متطرفة، بينما هذه جماعات تدافع عن أرضها ووجودها وحقها في الحياة والاستقلال والحرية والسيادة. ومع ذلك هم شملوا الجميع، ومع ذلك يقولون ليست مشكلة الغرب صموئيل هنتينغتون. وأتمنى من مفكرين وشبابنا ونخبنا بين عوامنا أن يقرأوا الكتب التي سأورد ذكرها في هذا الموقف. صموئيل هنتينغتون يقول في صراع الحضارات: المشكلة في الغرب ليست مع الأصولية الإسلامية، المشكلة مع الإسلام الحضارة. ثم يقول: إن الغرب وخصوصا أوروبا وجدوا أنفسهم مهددين مرتين بالحصار الإسلامي المباغت، مرة يوم نزل المغاربة المسلمون إلى إسبانيا وأسسوا الأندلس حضارة دامت 8 قرون، للأسف نقلت أوروبا من الظلمات إلى النور وجحدوا هذا، مرة يوم نزل المغاربة في إسبانيا، ومرة يوم حاصر الأتراك فيينا، قلب أوروبا ورمز تمدنها وتطورها أو قوتها. يقول هنتينغتون: والغرب لا ينسى هذا فهو محفور في الذاكرة. أوروبا والغرب ما زالوا مهددين ويعيشون تحت هاجس الانسياح الإسلامي الذي يمكن أن يحدث في أي لحظة، وبالتالي هم يقومون بضربات وقائية بخطط تكتيكيات استراتيجيات، خطط أصيلة بديلة مضادة، يتحركون من أجل أن يقضوا على الصحوة الإسلامية في عقر دارها وفي مهدها، ويحارب الإسلام في مواقعه وعلى أرضه، ويضيع هوية المسلمين، ويحاول أن يمسخوا شخصيتهم، أن يدجنوا الأمة، أن يدجنونا. فبدأ تدخل في ديننا، في أخلاقنا، في ثقافتنا، في فكرنا، بدأ التدخل في أنماط تربيتنا لأبنائنا، بدأ التدخل في مناهج تعليمنا في مدارسنا، تدخل في الإعلام ومعه تدخل في السياسة والاقتصاد، وتدخل في الجوانب المادية في عموم مساحة أرض الأمة العربية والإسلامية. هذا الصراع المخيف يعلن عن نفسه إعلانا واضحا سافرا، وبدأت الموجة زاحفة قادمة نحو فوضى يديرها الغرب ويحكم فصولها في المنطقة، فالفوضى هي البداية. ما تشهدونه في فلسطين بين حماس وفتح، ما تشهدونه في لبنان، ما يشهد في العراق من نسف مساجد وضرب مراقد وقتل بالمجان وجثث في الشوارع، ما تسمعونه من تصريحات أعداء سوريا، ما تشهدون من حملة حصار محلية إقليمية دولية لسوريا لأنها البلد الوحيد الذي ما زال يدعم المقاومة ومحافظ على الثوابت أمام هجمة الغرب، ما ترونه من تسلل وتحرك الخونة الذين يخاطبون تل أبيب بأن يشكل لهم حكومة في الجولان من أجل أن يرسل الفوضى إلى قلب سوريا تكون مثلها مثل فلسطين ولبنان والعراق، حتى ترسم الخارطة من جديد على مقياس بوش وعلى المقياس الغربي والأمريكي. ما تشهدونه هذا كله هو تمهيد، وستذكرون ما أقول لكم، تمهيد لموجة مخيفة قادمة، لتسونامي سيعم المنطقة، ولكن ليس بماء وهواء، إنما بنار ودمار وعار وشنار وحصار وانكسار واندحار. تسونامي إن لم تنهض الأمة
قبل فوات الأوان. أنت تقول لا إله إلا الله، إذن أنت عدو لأمريكا وعدو للغرب. ومن أراد أن يخفي عنك هذه الحقيقة فهو يخدعك. إنهم يحاربون الإسلام لذات الإسلام، يحاربون الإسلام براياته بقيمه، يحاربون الإسلام بروحانيته بأخلاقه بفضائله، لأنه المنافس لحضارتهم. فرانسيس فوكوياما يقول في كتابه نهاية الأرض والإنسان الأخير، يقول إنما وصلت إليه أمريكا خصوصا والغرب عموما من سيطرة الليبرالية وهيمنة العولمة والمادية وتحكم سوق المال في عصب الحياة وشرائنها، لا يعتبر هو الأنموذج الأرقى للتطور البشري والإنساني. وكل من سيحاول أن يغير هذا الاستقرار بسيطرة الليبرالية وسوق المال وسيطرة العولمة وسيطرة العصب المادي، إن من يحاول أن ينافس هذا وجب التصدي له والإجهاز عليه، لأنه يقف أمام أرقى تطور بشري وصلت إليه الإنسانية. الحياة عندهم مادة، سوق مال. الحياة عندهم سيطرة وليبرالية وهيمنة وتحكم في مصائر الناس. ولكن أيها الأحبة، في المقابل يقول ويليام فولبرايت في كتابه حماقة القوة، يقول إننا استطعنا أن نضع إنسانا على القمر، ولكن أقدامنا ما زالت تغوص في أوحال الضياع. هم في الغرب، وضعنا إنسانا على القمر، ولكن أقدامنا ما زالت غائصة في الوحل، وحل البهيمية والشهوانية والشذوذ والانحطاط والانحراف والزيغ والتيه والبطش والديكتاتوريات والاستعباد والاستبداد، جنون القوة، حماقة القوة. وبالتالي ويقول وبالتالي لا أمل في استمرار هذه الحضارة، أي الحضارة الغربية، لا أمل في استمرار هذه الحضارة. وعلى هذا الأساس بريدنسكي مستشار الأمن القومي في عهد كارتر والمنظر الأول للسياسة الأمريكية إلى هذا اليوم يقول في كتابه الفوضى، يقول إننا نعيش عصر المذابح المليونية، وتعلمون أن القرن العشرين بإحصائياتهم هم بالإحصائيات الدقيقة بلغ عدد من قتل في المعارك في الحروب والصراعات وعلى يد الطغاة أمثال هتلر وأمثال ستالين وأمثال ماو تسي تونغ وغيرهم، بلغ عدد من قتلوا في الحروب وفرنسا في الجزائر وإيطاليا في ليبيا وبريطانيا يعني في العراق وفرنسا في مصر وسوريا واليهود في فلسطين ولبنان، بلغت إعداد من قتلوا 167 مليون نفس من بدء القرن العشرين إلى الآن مع الحرب العالمية الأولى والثانية، 167 مليون. هذا الكلام يعني قد أعد منذ سنوات طويلة، فإذا أضفنا إليها الأرقام المليونية التي ذبحت في المعارك الأخيرة، ما يجري في أفغانستان، ما يجري في الصومال، ما يجري في العراق، الذبح الدموي الآن في فلسطين، لزاد العدد عن هذا بكثير. يقول بريدنسكي في كتابه الفوضى إننا نعيش في عصر المذابح المليونية، وإن الغرب، هو يقول وإن الغرب يسعى سعيا حثيثا إلى أن يزيل من طريقه كل منافس حضاري. فمشكلة الغرب الآن وأمريكا مع المنافس الحضاري لا أقل ولا أكثر. من المنافس الحضاري؟ بحثوا، دققوا، فصلوا دراسات، مراكز أبحاث. أنتم القاعدون هنا وأمثالكم. المنافس الحضاري هم المسلمون، المنافس الحضاري هو الإسلام، وعلى هذا الأساس هم يتخوفون من تنامي الصحوة الإسلامية.
هم يرتعبون من ان يعود الزحف الاسلامي، وهم يقرؤون التاريخ جيدا، وهم يعلمون بان الغرب ابناؤه يفتحون قلوبهم للاسلام قبل ان يدك الاسلام اسوار دولهم وبلدانهم وامبراطورياتهم. وهم كل الحملة التي شنوها على الاسلام، حملة التشويه والتشكيك والتخويف، رغم انهم استخدموا بعض مجموعات بدأوا يهددون من خلالها الغرب، من خلال بياناتهم وعمليات التفجير والتفخيخ، انفاق هنا وابنية هنا وقطارات هنا، وهذه كلها فبركة غربية، فبركة CIA موسادية، استخبارات تلعب على هذا الوتر. ما كان للإسلام دور في كل هذا، اعلنها وانا اعي ما اقول. رغم كل الحملة التي شنوها اعلاميا فكريا لتشويه صورة الاسلام، ورغم استخدامهم لمجموعات بدأت تهدد الرأي العام الغربي في عقل داره حتى ينفر الغرب من الاسلام، ما زالت حركة المد الاسلامي في تنام عجيب، وما زال انتشار الاسلام بين ابناء امريكا واوروبا يعتبر حالة مخيفة تزعجهم وتقلقهم. وبالتالي الاسلام هو المنافس، الاسلام هو المنافس، وعلى هذا يجب عليهم القضاء عليه، ويجب عليهم حربه. كيف يحاربون الاسلام؟ يحاربون الاسلام اولا بهجمة مركزة مبرمجة ممنهجة مرحلية، من خلالها يسلخون المسلم من هويته وينسونه قضيته، ويجعلونه يعيش في فلك ذاته ونفسه ضمن دائرة المادة، طعامي شرابي معملي مصنعي مزرعتي زوجتي أولادي خبزي كفاف يومي والسلام، لا في مشاعره ولا في تصوراته ولا في أفكاره ولا في همومه، هناك مساحة للإسلام ولقضايا الإسلام. وربما إذا ما سمع يوم الجمعة مثل هذا هو لا يدري بكل هذا، وهو يعيش في فلك ذاته بأنانية مخيفة، يكدس الأموال ويبني العمارات ويزيد عدد المصانع تماما، أو يبحث إذا كان فقيرا عن لقمة طعامه أشغلته في ليله ونهاره. هذه قضية ممنهجة. ومن ثم هذا القلق الذي يعيشه، إن من لا يعيش لهدف كبير سيبقى في صدره ضيقا وحرجا، وإن الذي يعيش للمادة وحسب ليس سعيد لو ملك المليارات وهو شقي، هو يعيش حالة ضيق، هو يعيش حالة اضطراب، لأنه يتصادم مع فطرته، يتصادم مع اصطفاء الله له، يتصادم مع الرسالة التي أوجد لها بنسيانها وتركها، فيعيش في ضنك، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا، مهما حصل على مناصب ومهما جمع من أموال ومكاسب. وبالتالي حتى يخلصوه من حالة الاضطراب أشغلوه، هم وضعوا برمجة أشغلوه، فغزوا العالم الإسلامي بسلسلة من الملهيات تجعل الإنسان على مدار الساعة في حالة انشغال وفي حالة نشوة أو سكر أو خدر. فمن الإعلام الماجن فضائيات وأفلام وكليبات ومسلسلات، وهو يتنقل يحتار يتابع أي قناة وأي مسلسل، إلى حالة من الإباحية بدأت تغزو بلادنا بشكل مركز. لو راقبتها منذ 25 سنة إلى الآن لرأيت أن هناك خطط شيطانية وراء انتشار أوكار الظلام، المواخير، انتشار المخدرات بدءا من الهيروين والكوكايين إلى الحبوب الوش التي ما عاد طفل ولا شاب إلا وقد أصيب بها وعلق بها، السيديات الماجنة، شبكات الدعارة المنظمة، عملا يتحرك بشكل مخيف. ولا أريد من أحد أن يقول كيف ولا، إحصائيات قمنا بها بأنفسنا ورصد ومتابعة ميدانية كشفت مدى الخطورة التي تعيشها الأمة، توغل مخيف،
وفي تنام واضطراب، أفرز لنا مما أفرز مجموعات شبابية مجنونة من أجل سكرها، من أجل مخدرها، من أجل سهرها، من أجل الفتيات الماجنات، من أجل الليالي الحمراء. شباب في عمر الورود تحولوا إلى وحوش، تحولوا إلى مجموعات مجنونة بدأت تقتل المواطنين الآمنين، بدأت تسلمهم من أجل مبالغ بسيطة تقتل نفس. ولكن مما يعزينا أنهم لهم بالمرصاد، وأنهم أمسكوا العصابة، يشكر ويذكر لهم هذا. ولكنني أريد مع علاج الإجرام أن أعالج مشكلاته، وأن أعالج أسبابه، وأن أنظر في الأسباب التي تدفع هؤلاء إلى الإجرام. وكلنا مسؤولون، المساجد في طرحها مسؤولة، الآباء في بيوتهم مسؤولون، أصحاب القرار في مواقعهم مسؤولون. هي حركة تكاتف حتى نوقف هذا الانحدار وبروز هذه الإفرازات التي غريبة عن مجتمعاتنا وبلداننا وواقعنا. المهم حتى يخلصوك من قلقك ونزقك فتحوا لك أبواب الملهيات. أناس من السمع والبصر، أناس معروفون بمكانتهم الاجتماعية، وتجار وصناع ويحجون بيت الله ويمكن أن يرتادوا بيوت الله، تتفاجأ أنهم في الليالي يكونون في مواطن لا يجوز لمثلهم أن يكون فيها، وأنهم في حالة تنقل يومي في برامج تسمى تسلية وترفيه من أجل أن يخففوا عن أنفسهم ضغط العمل. ضغط العمل أم أنها غضبة الله في صدورنا لأننا تركنا الرسالة؟ المهم أيها الأحبة، الزحف قادم، وأمريكا تعمل بشكل منظم. يوم هيأت العالم العربي والإسلامي هيأته فصار قابل للتفسخ، قابل للضياع. بالله عليك بعد الساعة 7 أو 8 انزل إلى عمق مدينة حلب، حلب، حلب الرجولة، حلب الأصالة، حلب القيم، حلب الأخلاق، حلب الزي العربي. انزل لكي ترى الجيل الجديد في الأزقة والشوارع ينطبق على الشباب قول القائل: جاءك الظل مزهوا بمشيته، قوم اسألوه أأنثى أنت أم ذكر؟ ما عدنا نفرق بين الذكر والأنثى. هذا إفراز لمن؟ وهؤلاء أبناء من؟ هؤلاء الذين أراهم أبناء من؟ أبناء من؟ الإجابة واضحة ومعروفة والأمر كبير. أنا لماذا أتكلم الآن؟ من أجلكم، قبل فوات الأوان، لأني أخشى قبل منبلة الدجى طوفان نوح. هم محد الأمة، ضياع عقدي، خواء روحي، تفسخ أخلاقي، مادية قاتلة، أنانية وذاتية. ثم بدأوا بمشروع الفوضى، ثم بدأوا بمشروع الفوضى، يريدون أن نقتتل. نجحوا في العراق فاقتتلوا سنة وشيعة وعربا وكردا، ونجحوا في لبنان فاقتتل الشمال والجنوب، ونجحوا في فلسطين فاقتتلوا رفقاء السلاح، رفقاء السلاح من كلهم قدموا الشهداء والدماء من أجل فلسطين. حماس وفتح وكلاهما قوتان مباركتان قدمت الكثير من أجل فلسطين ونجحوا. والمؤامرة ليست جديدة، وبنك المعلومات في سويسرا يقول إن وراء العملية CIA ومرتبة منذ سنوات، وقلتها يوم أن نجحت حماس في الانتخاب، ويشهد عليها المئات من الشباب الذين حضروا المحاضرة. قلت إن سماحهم بالنجاح لحماس في الانتخابات تمهيد لصراع فلسطيني قادم، ورتبت المؤامرة حينها والآن تطبق كما قلنا. يا عباد الله، فوضى، فوضى. يذهب هذا المجرم الخائن العميل، العميل فريد الغادري، يذهب يغازل أولمرت، يذهب يقول له شكل لي حكومة سورية في الجولان، وإياك أن تجري عمليات سلام مع سوريا، وأنا كفيل لك بأن أجعل سوريا في فوضى كاملة، وأن أمهدها لدباباتكم، وأفتح الأبواب لجيوشكم ولمخططاتكم.
الى اي مدى وصلنا يا عباد الله، الى اي مدى وصلنا. ولكن فاشلون باذن الله، فاشلون. ان فشل التكتيكيات والاستراتيجيات والخطط الاصيلة والبديلة والمضادة وخطط الرجع في العراق وبقاء نبض المقاومة يقب مضاجع الامريكان يؤكد انهم فاشلون. ان فشلهم في عز سوريا وفي اضعافها رغم الحصار الدولي وفي بقائها محضا للرجال وللمقاومين ليؤكد انهم فاشلون. والقوة ما نجحت في التاريخ بان تحقق هدفا دائما هي الى زوال. جاء المغول فاحتلوا ثلثي العالم ولكن لفهم الاسلام وجعلهم من ابنائه، واندحروا رغم قوتهم العسكرية. وحاولت امبراطوريات متعددة عبر التاريخ ان تجتاح عالمنا فانكسرت واندحرت وتراجعت، واخرها الحملات الصليبية الثمانية المتلاحقة. هم الى زوال ونحن نعلم، ولكن الذي يقصر المدة او يطيلها نحن. واختم برسائل سريعة، برسائل سريعة. صراع الغرب مع الاسلام، ومن زور هذه الحقيقة هو خائن. صراع امريكا مع الاسلام، ومن قال انها جاءت من اجل كذا كلها زيادة. نعم هي جاءت من اجل النفط ومن اجل سرقة الخيرات ومن اجل تطويع المنطقة ومن اجل امن اسرائيل ومن اجل وضع قواعد عسكرية ومن أجل كل هذا صحيح، لكنها اسباب رديفة. السبب الرئيسي صراعها مع الاسلام، كل الاسلام، وليس مع المجموعات المتطرفة. لماذا؟ لان الاسلام هو المنافس الحضاري الوحيد امام حضارتهم وزحفهم وما يريدون، وهم يعيشون حالة رعب. وما عليك الا ان تقرأ كتيب صغير للشيخ جود السعيد عنوانه لما هذا الرعب كله من الاسلام، او ان تقرأ كتيب بعنوان دمر الاسلام ابيد اهله لجلال العالم وكيف ينظرون الى العالم الاسلامي ويتعاملون معه بخطط خبيثة، خطط تريد ان تجتثنا وتمحونا قيادات وشعوب، حكام ومحكومين، ملتزمين وغير ملتزمين، عرب ومسيحيين، مسلمين ومسيحيين، عرب واكراد، مسلمين ومسيحيين. نعم حتى مسيحيو المشرق، حتى نصارى المشرق هم هدف. واذكر هنا في التاريخ ما قاله ميخائيل السوري في كتابه النفيس الحقيقة، هو يتكلم عن فترة الفتح الاسلامي، يقول ان رب الانتقام، هذا كلامه بالحرف، ان رب الانتقام استجلب او استحضر من الجنوب ابناء اسماعيل المسلمين لكي ينقذون من بطش الرومان وظلمهم. هذا مسيحي شرقي يتكلم عن الظلم الروماني وكيف ان المسلمون هم كانوا المنقذ وهم الذين كانوا المخلص. الاسلام هو هدفهم جميعا. رسائلي اولا الى الحكومات، انهم يحاربونكم بسبب الاسلام الغائب، فحاربوهم بالاسلام الحاضر. يا حكومات الامة العربية ويا قيادة وطني على الخصوص، اعيدوا للاسلام مكانته الواسعة، افتحوا الابواب امامه قيمة وحضارة وتطورا وبنيانا ورقيا، اعطوه الفرصة لكي يلعب دوره في معركة المواجهة والحفاظ على الارض والوطن والحفاظ على الوحدة الوطنية في اسمى صورها. فالحرب كلها من اجل هذا الاسلام الغائب، فلنجعله حاضرا في كل مرافق الحياة. رسالتي الى بوش والى كل الاباطرة والقياصرة والاكاسرة والطغاة من حكام الغرب، ستنكسرون، قد نقدم هزائم وقد نمنى بخسائر، قد يقتل ملايين جديدة وتراق دماء وتمزق أشلاء، لكنكم ستنكسرون وأنتم إلى زوال والإسلام وأهله باقون. وكل تصوراتكم العقدية المجنونة الدينية الصهيونية التوراتية وهم في وهم، لن يتحقق منها شيء، وهذه الأمة تبقى بدينها. فأعدوا توابيتكم فقد قرب الوقت، واستعدوا لهزيمة النكراء، جند الله سيقومون
بإدارة فصولها ويد الله تعمل في الخفاء. فاخرجوا من وهمكم وأوقفوا علينا حربكم، وإلا فطير أبابيل قادمة وندم سيحصدكم ويعتصركم، ولكن حين لا ينفع الندم. إلى العلماء من يقفون على المنابر، اتقوا الله في الأمة، اعلموها ماذا يراد بها وماذا يراد منها، اجعلوا المنبر رسالة رقي ووعي وإدراك، واجعلوها خيطا ينظم وقوة تجمع وطاقة تبني تعبئ تهيئ. وأعيد للإسلام دوره وللمنبر دوره وللدين دوره الصحيح، وكفانا طرحا سلبيا أو هامشيا أو قصصيا. إلى الشباب المتحمس، أيها الشباب، إنهم لا يخافون الإسلام الذي يحمل التكفير والتفجير والتطرف والدموية، فهذا إسلام يغذونه. أمريكا تفرح به، تغذيه، تدعمه بشكل مباشر أو غير مباشر. إنهم يخافون من الإسلام الحضاري يا شباب، من إسلام البناء والتطور والتقنية والتكنولوجية، من الإسلام الذي يدير ضفة حياة ويحركها ويجمع شتات الأمة ويوحدها ويصنع من العدم ممكنا ومن المستحيل وجودا. إنهم يخافون من الإسلام الذي يجمع بين المادة والروح، الذي يجمع بين العقل والقلب، الذي يجمع بين الدين والدنيا، الإسلام الذي يحمل خصوصية بلا انغلاق وانفتاحا بلا ذوبان، الإسلام الذي يكمل ولا يأكل أحدا، الإسلام الذي عنوانه الرحمة ومنطلقه الرحمة وأسواره الحب وحركته البناء وخلافة الله وإعمار الأرض. فكفوا عن تهوركم، وكفوا عن عنفكم، وتوقفوا، فليس هكذا تحارب أمريكا، وما هكذا يا سعد تورد الإبل. عودوا إلى الإسلام الواعي الهادئ الوسطي الذي يبني، فهذا الذي يرعب ويخيف. أخيرا إليكم، إلى كل مسلم، تحركوا واجعلوا للإسلام نورا ونارا، نورا لكم يسعدكم، ونارا على عدوكم يرعبهم ويبعدهم عنكم وعن أعراضكم وأموالكم وتجاراتكم وأمنكم واستقراركم. أيها المسلمون، كلنا مسؤولون، ونريد صحوة، ونريد يقظة، ونريد وحدة، ونريد وعيا، ونريد إسلاما نشم عبقه في بيوتنا ومصانعنا وشوارعنا ومتاجرنا ومقاصفنا. نريد للإسلام لونا وبريقا، نريد له عطرا فواحا، نريده سلوكا وأخلاقا، نريده تضامنا وتكافلا، نريده مودة ورحمة، نريده علاقة طيبة بين جوار، نريده كفالة ليتيم ومسحا على رأسه، نريده إنصافا لمظلوم، نريد الإسلام سلوكا في حياتنا، أرحام متحابة، جيران متقاربة، مجتمع متماسك، أرض فيها حركة بناء وتطور، زراعي صناعي اقتصادي إعلامي ثقافي تربوي، نريدها أمانة الله أن تظهر على أيدينا قبل فوات الأوان، لأن من لم يسرع ويأخذ دوره ويصد ثغره فإني أهدده بتهديد الله، إن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكون أمثالكم. اللهم هل بلغت؟ اللهم فاشهد، اللهم فاشهد، اللهم فاشهد. أقول قولي وأستغفر الله فاستغفره. الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر، وأشهد أن لا إله إلا الله إعزازا لمن آمن به وشكر، وإرغاما لمن جحد به وكفر، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله الشافع المشفع في المحشر،
صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه المصابيح الغرر ما اتصلت عين بنظر ووعت أذن بخبر. وبعد، أوصيكم عباد الله ونفسي بتقوى الله، محذرا نفسي وإياكم عواقب الغفلة والتمادي في الباطل وهجر الحق والدين، داعيا نفسي وإياكم إلى طاعة الله ورسوله والاعتصام بالقرآن والتحقق بصادق الإيمان، فإنه جل في عليائه يقول: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. واعلموا أن الله أمركم بالصلاة على نبيكم في قرآنكم فقال: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك وعظم وشرف وكرم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، وارض يا ربنا عن كل الصحابة والأزواج والقرابة وعن التابعين وتابعيهم بإحسان وعن معهم يا رب. آمين آمين آمين. اللهم احرسنا بعينك التي لا تنام، واكنفنا بركنك الذي لا يرام ولا يضام، وارحمنا بقدرتك علينا لا نهلك وأنت رجاؤنا وثقتنا وأملنا يا الله. اللهم ارحمنا فإنك بنا راحم، ولا تعذبنا فأنت علينا قادر، والطف بنا وبالمسلمين فيما جرت به المقادير. اللهم ربنا ورب كل شيء، ومليكنا ومليك كل شيء، يا موضع كل شكوى، يا سامع كل نجوى، يا غافر كل خطية، يا صارف كل بلية. كيف ننفضح وأنت الستار؟ كيف ننكسر وأنت الجبار؟ كيف نفتقر وأنت الغني؟ كيف نذل وأنت النصير؟ ردنا إلى دينك ردا جميلا، رد شبابنا إلى إسلامهم ردا جميلا، رد فتياتنا إلى عفافهن ويقينهن ردا جميلا. تقبل منا ما كان صالحا، وأصلح اللهم منا ما كان فاسدا، وأصلحنا ظاهرا وباطنا، وأصلح فساد قلوبنا ونفوسنا وعقولنا، وأصلح فساد أبنائنا وبناتنا وأزواجنا، وأصلح فساد أسرنا، أصلح فساد حكامنا وعلمائنا، أصلح فساد مجتمعاتنا يا مصلح الصالحين، يا مصلح الصالحين، يا مصلح الصالحين. اللهم رد عن بلادنا وعن ديننا هجمة الكفر والغدر والمكر يا الله. اللهم ارزقنا في أوطاننا أمنا وأمانا واستقرارا وسلامة. اللهم أصلح ذات بيننا، وألف بين قلوبنا، واجعلنا تحت راية رضاك إخوانا متحابين يا الله. اللهم نضرح من نظرات عنايتك، اللهم قطرح من قطرات رعايتك، أنزلها على فلسطين ولبنان والعراق، على الصومال وأفغانستان وكشمير وأغادين، على كوسوف الجريح الذبيحة الذين يمزقون أوصالها الآن. اللهم أصلح حال إخواننا وكل المستضعفين من أبناء لا إله إلا الله، اجمع كلمتهم، وحد صفهم، سدد رميهم، اجعلهم يدا واحدة على من ناواهم وعاداهم يا الله. اللهم أوقف نيران الفتنة في العراق، اللهم أوقف نيران الفتنة في فلسطين، اللهم أطفئ نيران الفتنة في لبنان. اللهم واجمع أبناء الدين الواحد والوطن الواحد على ما يسعدهم جميعا ويرضيهم، وهيئ لهم من لدنك حلا فيه الخير لكبارهم وصغارهم يا الله. اللهم وفق القيادة لما فيه خير البلاد والعباد، اللهم أصلح القائد والمقود، اللهم هيئ لقائد الوطن بطانة صالحة تزين له الخير وتحضه عليه، واجعل على أيديه بشائر الخير والإصلاح والتغيير، وأدرك أمتي قبل فوات الأوان. اغفر للمؤمنين والمؤمنات، المسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات،
إنك يا مولانا سميع قريب مجيب للدعوات وآلهم، والحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. أيها الأحبة، مذكركم بمحاضرة يوم غد السبت، وقد انتقل توقيتها إلى ما بعد صلاة المغرب، فمحاضرات يوم السبت بين المغرب والعشاء إن شاء الله سبحانه وتعالى في قاعة جامع الإيمان. أعيد فأؤكد، التوقيت انتقل من بعد العشاء إلى ما بعد المغرب، ففي الموسم الصيفي المحاضرات بين المغرب والعشاء. نلتقي غدا على محاضرة في مواجهة الفوضى، كيف نواجه كل هذا الخطر الذي وصفناه وحللناه بمشروع عملي تقني واع في مواجهة الفوضى، كلنا في مواجهة الفوضى إن شاء الله. وقبل إقامة الصلاة، لو تأخرت دقيقة عليكم، الحرارة 52 وهي في ارتفاع، ويقولون بأن موجة من الحر مقبلة على منطقتنا. لا أريد أن أذكركم بالوصايا الطبية والوصايا العلمية في تجنيب صغاركم الشوارع وابتعاد عن حر الشمس، فهذا إن شاء الله أنتم تحرصون عليه، ولكن أنا أذكر نفسي وإياكم كيف لا نطيل مدة الحر. فهذه الحرارة لا يملكها إلا الله، لا تملكها أمريكا ولا تملكها حكومة ولا يملكها أحد، هي بيد الله القادر، والشمس تتحرك بأمره. فإذا أردتم أن تخف الحرارة فتوبوا إلى الله، أصلحوا بينكم وبينه. أذكركم في مصر منذ سنوات ظهرت دودة فتكت في محاصيل القطن، وتعرفون أن القطن العماد الرئيسي، يعتبر عمود فقري في الاقتصاد المصري. جاءوا بالأطباء من الشرق، بالخبراء من الشرق والغرب، جربوا كل المبيدات، جربوا كل الحلول وما نجحوا، فخرج أهل الصعيد وأهل مناطق الريف تماما يجأرون إلى الله مثل صلاة الاستقاء بصلاة ركعتي توبة إلى الله أن يبعد عنهم هذا الجندي من جنوده الذي حير خبراء الغرب والشرق. فوالله ما استمر أسبوعا حتى اختفى الدود بالتوبة إلى الله. وهذه ليست حكاية لتحريك العالم، هذه واقع. حرارة الشمس في تصاعد حسب أقوالهم، وفي تنازل انخفاض حسب توبتنا ولجوئنا إلى الله. فلنستغفر الله ونحن في شوارعنا. أقم الصلاة.